رسالة من القبو هو اسم رواية للكاتب عبد الله أبو كركي. بدنا نعرف هلا تفاصيل عنها مع عبد الله. يسعد صباحك عبد الله. صباح الخير، صباح الورد. كيفك؟ تمام والله الحمد لله. يعني بداية خلينا نبلش، لأنه أنا لفتني اسم الرواية، يعني اسم الرواية هيك شوي ملفت. احكي لنا بالبداية شو معناه الاسم. حلو. هلا يعني صراحة أول شيء أنا حابب أتشكركم، يعني دائما جهودكم يعني مباركة، وبحسكم هيك يعني في عندكم تميز، فهذا إشي بنفتخر فيه صراحة وبنعكس علينا كلنا. يعني هلا سبب تسمية روايتي برسالة من القبو، يعني إله دخل نحو النص نفسه والحبكة الدرامية تاعتها. الرواية بتسلط الضوء على النزاعات والأسئلة اللي موجودة داخل كثير منا، اللي مسكناها حطيناها خبيناها بمكان مظلم، هلا اللي هو من هون اجت تسمية القبو. اما الرسالة اللي بحاول اوجهها فهي خلينا نحكي باسلوب روائي وادبي لا يخلو من التشويق، بحاول انه اوجه القارئ وهي التساؤلات بشكل عام للاجوبة بآلية معينة، بحيث انه يتوصل للجواب الصحيح من خلال الآلية هاي اللي بتفسر الموضوع نفسه. فمن هون اجت تسمية رسالة من القبو. طب كيف بلشت معك الفكرة؟ يعني هي أول رواية لك طبعاً، فكيف هيك خطر على بالك تبلش تكتب رواية؟ حلو. يعني أنا شخص بميل بشكل عام، إذا بدي أعبر بميل للكتابة، وسافرت كثير، ومن ضمن الدول اللي سافرت لها مثلاً هولندا اللي هي الموطن الأصلي لأحد أبطال هاي الرواية أيدن. فصار في مواقف معينة، مواقف كثيرة، فحاولت انه اوصل هاي المواقف اللي يعني كان فيها اشياء معينه سببها الصوره الخاطئه عن الطرف المقابل، صوره مشوهه بتكون. فلذلك حاولت انه اوصل هاي الصور بطريقه مكتوبه باسلوب روايه، خاصه انه انا يعني بمتلك القدرات انه اعبر واكتب زي ما حكيت لك في الروايه. يعني اما اذا بدي احكي لك الافكار تمام اللي فيها مثلا، بالإضافة لهذه الفكرة، يعني هي مجموعة مزيج ما بين أفكار ولقطات رومانسية دينية فكرية، بحاول فيها الربط بين الظاهر وبين الباطن، بس بشكل أنه يكون جميل بشد انتباه القارئ، سرد قصصي يعني بشكل عام هيك الوضع. طب عبد الله احكي لنا عن فكرة من هاي الأفكار، يعني أول فكرة هيك ممكن تخطر على بالك. يعني اللي هي مثلاً كيف الانتقاء، واحد مثلا هي الايديا بشكل عام، شخص كان موجود بهولندا تمام، انتقل وعاش بمنطقه، هاي المنطقه كانت فيها كثير من الكونفليكتس وكثير من الخلافات بشكل عام، فكيف انه الانسان نفسه بيقدر يتكيف بهاي البيئه، وكيف بتعرض ل يعني بيطلع هاي، بكون في عنده اسئله معينه، واذا تعرف على بيئه معينه ساعدته انه يطلع هاي الاسئله، شو بيصير بالضبط، شو النقاشات اللي بتصير فيها. بس انه بشكل عام ما الواحد مش انه مثلا احكي لك انه كنت بحط جواب معين للاسئله، لا، كنت بوجه القارئ انه ابحث دور شو الطريقه المثلى انك توصل لها. حلو. بس طب هاي الافكار هي بتكون يعني اجتهادات شخصيه او تجارب شخصيه انت عشت فيها، ولا هي تخيلات؟ يعني اولا هي بتعتمد على القراءه، انا شخص بحب القراءه كثير، فبتعتمد على قراءات معينه، وبتعتمد على تجارب شخصيه زي ما تفضلتي. هاي اذا كانت انمزجت مع بعض هي اللي بتطلع لك، بتبني لك الخيال وبتبني لك الكلام والسرد تبع الروايه نفسها. حلو. قد ايه اخذت معك وقت كتابه الروايه؟ كثير. يعني اخذت معي يعني ما يزيد عن الثلاث سنين. ثلاث سنين. طب ليه طولت هالقد؟ يعني هلا يعني إلها أسباب كثيرة. إذا بدك تكتب رواية بشكل عام لازم يكون في عندك بحكي يعني بحدود ثلاث مقومات رئيسية. أولا لازم يكون في عندك مخزون لغوي تمام، زي ما حكيت لك هذا بيعتمد على قراءاتك السابقة. لازم يكون في عندك خيال خصب، هذا الخيال الخصب بده يكون مستوحى من تجارب معينة أنت مريتي فيها، من أحداث معينة، من سفرات. والإشي الثالث اللي هي جلد على الكتابة هاي، فإذا كان عندك أنت جلد على الكتابة فبتقدر توصلي إنه لو شو ما كان وصلت الفترة الكتابة ثلاث سنين أربع سنين بتقدر تتميها.
وجلد بيجي من ناحية بسبب معين اللي هي الغاية اللي أنت قاعد بتكتب فيها الرواية، أو خلينا نحكي الواي لكتابة الرواية، شو السبب أنت وراء كتابتك للرواية. إذا كان واضح فأنت بتقدر تتم الرواية بشكل كامل. حلو، طب شو السبب كتابتك للرواية؟ يعني الأفكار اللي فيها بحكي لك، لأنه أنا عشتها فبحب أوصلها لأكبر قدر من الناس، إنه الناس يعرفوها، إنه الناس يلمسوها، إنه أترك بصمة بهالعالم. والله إنه يوما ما ممكن واحد يقرأ الكتاب والأفكار نفسه تمسه وتلامسه، فممكن يوصل للإشي اللي بدي إياه، الهدف. صحيح، حلو. عبد الله، بكل إنجاز ممكن الواحد يوصله دائما في أشخاص بتدعمه بتوقف جنبه، مين الأشخاص اللي دعموك؟ يعني هلا هي حلقات، الحلقة المصغرة اللي هم والدي، والدتي، والدي قارئ نهم، هو اللي زرع فينا القراءة منذ الصغر يعني، والدتي، زوجتي، والعائلة بشكل عام، هاي البيئة اللي هي المصغرة. بس المؤثر برضو الكبير اللي هي البيئة اللي انت بتختاريها من الأصدقاء نفسهم. صحيح. فعشان هيك بجوز إذا بدي أوجه رسالة معينة فبحكي إنه اختار البيئة اللي أنت بتقدر تختارها. يعني في نوعين من البيئة، بيئة مفروض عليك ما بتقدر تختاريها، وفي بيئة أنت بتقدر تختاريها اللي هم الأصحاب. يعني ببساطة أنا كان بإمكاني أمسك الرواية أروح أحكي لصديقي، أحكي له والله أنا بدي أكتب رواية، كان بإمكانه يحكي لي لا وشو بدك بوجهة الرأس وبطل في ناس تقرأ وما في هالمردود. بينما إذا أنت اخترتي بيئة حسنة، بيئة منيحة، إنها محفزة، بيئة بتشبهك بالنهاية 100%، فممكن يحكي لك لا. وهذا اللي صار معي فعليا، انا رحت لصديقي هيثم الله يذكره بالخير، حكيت له انا بدي اكتب روايه، حكى لي اه طبعا وانا قرات لك كتابات زمان وانت شجعني. ايوه شجعني، فهذا يعني اعطاني حافز وكان السبب انه والله قدرت اتم هالروايه. حلو حلو، دائما لازم نحوط حالنا بالناس الايجابيين والناس اللي بتامن فينا. اكزاكتلي exactly. 100%. طب خلينا على الجانب الاخر برضه، دائما بنلاقي كمان ناس ممكن تحبطنا أو تنتقدنا بطريقة ممكن تكون هي محبطة. واجهت هدول الناس بحياتك؟ طبعاً كثير. كيف تعاملت معهم؟ هلا بحكي لك، بيعتمد على إيش الوازع اللي جواتك، شو الدافع اللي بخليك تمشي. يعني أنا بإمكان أي واحد عنده فكرة، تمام، هاي الفكرة ممكن تكون إنها تعمل بومينج وتوصل يعني إنها تكون فكرة المليون، بس يروح للبيئة المحبطة اللي حكيت عنها. صحيح. ممكن تدمره وما تخليه يمشي بهاي الفكرة. ف هاي إذا بدك تواجه هذول البيئة، أول إشي لازم يكون عندك الدافع نفسه موجود، ويكون أنت عارف بالسبب تبع الدافع تاعك. يعني الدافع والله أنا عندي هدف 1-2-3 بدي أوصل لنجاح و طب ليش؟ هون هي الواي تاعتك، ليش بدي أوصل للنجاح؟ صح. إذا أنت كنت حاطة هاي السبب، شو ما كان عندك بيئة سيئة حواليك بإمكانك تتجاوزيهم، بس بنفس الوقت لازم تختاري البيئة المنيحة. يعني تجاوزتيهم لازم يكون في بيئة بتساعدك. صحيح. مش يضلك لحالك. صحيح. ما بزبط تيجي تحارب يعني برواية لبيئة مش مقتنعة أبدا في الكتابة والقراءة. عشان بحكي لك دائما لازم يكون معك فريق، سواء صحيح. أي فكرة، أي بزنس، أي إشي، لازم يكون في تيم، تختار التيم. أكيد. الرواية هلأ هي متوفرة بأكثر من بلد، مش بس بالأردن، شو هي البلدان المتوفرة فيها؟ يعني الحمد لله موجودة في الأردن وفلسطين وقريبا إن شاء الله بالإمارات. إن شاء الله يا رب، بالتوفيق يا رب. طب لمن تطمح إنها الرواية توصل كمان؟ يعني أحكي لك، أنا مش هدفي كثير إنه بجوز شهرة أو إشي عائد مادي، عشان هيك بجوز ما استخدمت اسمي الحقيقي، يعني استخدمت اسم مبهب ابن العارف. بس الهدف الرئيسي إنها توصل لأكبر قدر ممكن من الناس. حكيت لك أنا يعني هدفي من هالرواية فيها أفكار بدي تلامس الناس، وممكن يستثمروا فيها بهاي الأفكار وتوجه حياتهم لطريقة معينة. هذا الهدف تاعي أنا. طب بس يعني لفت انتباهي هلا انك ما استخدمت اسمك الحقيقي. يعني هلا ممكن اوكي ما يكون هدفك هو الشهره، بس ليه ما استخدمت اسمك الحقيقي؟ لانه يعني بهمني الناس تطلع على المحتوى، يعني مش تيجي انه تجذبها والله الاسم، هذا الاسم صاحبي بدي اقرا له، او هذا الاسم انا سمعت عنه بقناه معينه بدي اقرا له. بهمني لا، انه فعليا المحتوى، يعني تيجي تمسك الكتاب تبلش تقرا اول صفحه جذبها ولامس الفكر تاعها تبلش تكمل فيه. اما اذا بس اخذته انه مجرد ما تعلقه على الرف عندها، فيعني ما يعني بطل الغايه اللي انا حاطه له مش موجوده.
صحيح. عشان هيك خلاص صار هو ديكوريشن بس الكتب في للأسف. طب عبد الله ممكن يكون في روايات أخرى في المستقبل؟ والله إن شاء الله، يعني بما إنه الواحد عنده رؤية واضحة فليش لا. وأنا حاطط ببالي صراحة، بس ممكن مش رواية بقدر رواية، ممكن تكون كتابة بس بطريقة أو كتاب بأسلوب روائي معين بس بيعالج قضايا أخرى، بس إنه كقارئ كتاب مختلف. حلو كتير، نتمنى لك التوفيق. هيك نهاية بس هيك وجه رسالة للأشخاص اللي بيفكروا أو بيشوفوا إنه القراءة أو الكتابة هي خلص مضى عليها زمن وبطلت مهمة. هلأ أحكي لك، يعني أولاً إحنا أمة اقرأ، تمام؟ صحيح. وهو أمر رباني إنه اقرأ، فهذا بدلك إنه ليش القراءة كثير مهمة. الإشي الثاني إنه القراءة إشي ما بيموت بالمرة، يعني أنت بإمكانك تحكي إنه أنا والله بدي أحضر فيديو معين بغنينا عن القراءة، بالعكس القراءة لما تيجي تقرأي المعلومة لحالها بتثبت براسك، لأنه خلص الدماغ تاعك بيعمل بروسيسنج بناء على قراءتك إلها، مش بناء على المحاور نفسه أو الشخص اللي قاعد بلقي الكلام نفسه فبتتأثر بشخصيته وهيك. لا، أنت هون عمالك بتدمجي شخصيتك بالكلمات فعمالك بتندمجي معها. حلو. فالقراءة إشي أساسي، إذا أي شخص بفكر أنه يتطور بأي مجال، بدك تتطوري بالشغل بدك تقرأي، بدك تتطور على الصعيد الشخصي بدك تقرأي. القراءة إشي مهم يعني، والكل بيعرف هيك. أما الكتابة فهي أسلوب للتعبير يعني، وأسلوب سهل يعني، مجرد أنت ما يكون عندك المقومات اللي حكيت لك عنهم الثلاثة، مفردات من قراءة، جلد، يكون عندك خيال معين، بإمكانك تكتبي. موضوع سهل كثير، حتى لو أنت ممكن تفكري أنه لغتك ضعيفة أو تفكري، بغض النظر القراءة والكتابة يعني إشي مهم جدا ولازم يكون روتين ونمط في الحياة. صحيح. ما شاء الله عليك عبد الله، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله، نتمنى برضه نشوفك بكمان روايات جديدة.